حضوركم. أولا سيد الولي مدير قرر لمشاريع وبرامج لها علاقة مباشرة مع المواطن. تفضل معنا بدأ السيد الفرحه هذه كما يقول لك عانينا بها كثير وعانينا بزاف، وكما يقول لك بالك في 7 سنين ولا 8 سنين راني داير دروسي هذا ويلحقني المكتوب. وحنا المعاق دائما مسكين مغبون، دائما مغبون، لا في عمل لا في سكن لا في اي امور. واش نقول خويا، انا اليوم فرحوني ان شاء الله يفرحوك اخوتي، وبفضل الله كل شيء من عند الله، ربي يكتبها اليوم ان شاء الله يكتبها على خوتي. واش نقول خويا، ان شاء الله يا ربي كما يقول لك يفرحونا في ساكن كما فرحونا في السياره يفرحونا في ساكن. الحمد لله كرموا ولدي صبار اسلام بكرسي متحرك، الحمد لله الدوله تاعنا الحمد لله باش يقرا فيها وفرحنا بزاف بزاف. وبالمناسبه هذه نتمنى كاع المرضى ان شاء الله ربي يشافيهم، وكاع الولايات يكرمهم كما كرمونا حنا ثاني ان شاء الله يا ربي. نشكر الوالي ونشكر التبون، كنت من نعاني نقول لك الحمد لله، كنت نعاني من كيف كنت نعاني من قبل ما نطيقش نهود، دابا نهود نشري ما نطيقش، نضرب الحمد لله.